وأكيد مشاهدينا متابعين بآخر فقراتنا الصباحية رح نحكي فيها عن العمل التطوعي ونحكي اليوم عن ذوي الاحتياجات الخاصة. يا سالي صحيح زينب، رح نحكي مثل ما ذكرت عن العمل التطوعي وإعداد مساعد الظل. هذا المصطلح الذي يطلق على الشخص المرافق للطفل ذوي الاحتياجات في المدارس التي تطبق فيها تقنيات الدمج، للحديث أيضا كمان عن الدورات الموجهة لإعداد مدرب ظل مساعد. رح يكون معنا اليوم ضيفنا عقاب نصر الحلبي، منسق أعمال جمعية سبل. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباحك. يعني أول شيء خبرنا شو يعني مساعد الظل؟ مصطلح انتشر كتير بالفترة الأخيرة، ما كتير ظاهر عند الناس، ما كتير معروف المعنى. لما نسمع اليوم شادو تيتشر، منتشر كتير عند ما يسمى بالأطفال اللي عنده اضطرابات اللي هن هيئوا للدمج. عشان نكون دقيقين، مو يعني إذا طفلي هو عنده إعاقة أو عنده احتياج معين فهو بحاجة مساعد أبداً. نحن اليوم كيف يتم عملية الدمج للطفل بعد ما يكون خضع لاختبارات تربوية ومقاييس نفسية بتحددها وزارة التربية لتقدر يقدر الطفل يندمج ضمن المدارس العامة أو الخاصة؟ صحيح. طبعا ضمن المدارس العامة ما في عنا إمكانية ليكون عندي مرافق لطفل الاحتياج، إنما ضمن المدارس الخاصة أو الروضات في عندي لكل طفل بالغالب شادو تيتشر، مرافق له. ليش سميناه مساعد الظل أو يعني أستاذ ظل أو المصطلح أيا يكن؟ لأنه هو بيكون ضمن فترة الدمج للطفل بمراحل جزئية أو كلية. يعني ببلش الطفل لما بيكون الطفل انتهى من مرحلة علاج النطق، علاج النمائي، هو اليوم بحاجة يندمج مع أقرانه ضمن مدارس وما يسمى بالدمج الاجتماعي، ومن غير ضروري يكون دمج تعليمي. للتوضيح مو بضروري اذا طفلي انا اليوم دخل عمريا صف ثالث او رابع فانا مباشره بدي اصير اعطيه المنهج التربوي المخصص له كصف ثالث او رابع. لا، هو له قدرات معينه واستجابه معينه، لكن مهمه المرافق اليوم هو ينتبه على الطفل، يعلمه الاستقلاليه الذاتيه وهي اهم شيء، يعلمه كيفيه الدمج الاجتماعي، كيفيه التصرف سواء بالعمل الجماعي أو بالفرصة بالباحة أو مع المعلم أو انتظار الدور أو كتابة الواجب أو الانتباه إلى السبورة أو تخفيف بعض النمطيات الموجودة عند أطفال التوحد اللي هي ممكن تشتت العملية التعليمية عند في الصف الواحد. هذا الشيء بيعمل لي عائق للمعلم الأساسي. فمهمة مساعد الظل أنه يكون موجود معه لمساعدته بهي الأشياء، قد يكون متواجد خلال اليوم كليا أو بأوقات محددة خلال اليوم. نعم، يعني عقاب أيضا خلينا نحكي عن أهمية يكون في تقارب بين الظل المساعد والطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني يقدر يتقبله الطفل. طبعا هو أكيد الظل لازم يتقبل الجميع، ولكن هون نحن علينا أنه نعرف الطفل إذا متقبله للمساعد الظل يقدر كمان يساعده، مو يكون عبء عليه أو يتضايق أو هو ما يطلع الواحد بنتيجة. بدي احكي على الناحيتين، تقبل الطفل للمعلم وتقبل المعلم لكل الاطفال. تمام، لكل الاطفال. تمام، لانه اليوم صحيح. انا قلت لازم يتقبل الكل. صحيح، فنحن اليوم المعلم لما بده خلينا نقول يمتهن هي المهمه، هو اليوم دخل بمجال يعني بيعرف هو لوين داخل. أكيد. هو لازم يتحمل الطفل بكل تصرفاته، قد يكون طفلي عدواني، عنده نمطيات شرسة، عندنا بعض الحركات يعني نسميها نحن غريبة. تمام. أو مستهجنة. نعم. عندنا بعض التصرفات الغير لائقة بالنسبة لطفل كوضع اجتماعي، لكن هو كطفل عنده وضع خاص، عنده احتياج خاص هو مقبولة منه. فالمعلم اليوم لازم يتحمل هذا الشيء. هلا انا بدي احط لوم على معلم الاساسي او معلم المدرسه او معلم الصف، قطعا معلم صف عنده اعداد كبيره هو مهمته يتحمل الجميع اثناء الحصه الدرسيه، لكن ما في يعطي يولي اهتمام خاص بهيدا الطفل. شو المهام او شو الصفات لازم يتمتع فيها معلم الشادو؟ بده يكون صبور جدا. نعم. ملم بمهارات كثيره، منها مهارات التواصل، منها مهارات الصبر، مرونه، تقبل الطفل، حبه للطفل. لما نحن دائما بنقول عطي طفلك اهتمام بالحب، الطفل كثير بينجح، الطفل كثير بيحقق نتائج افضل، بيحقق استجابه اسرع. لكن اذا اليوم انا الطفل غير متقبل من قبل المدرسه وغير متقبل من عند الاهل،
تجينا كثير حالات غير متقبل الاهل، غير متقبله هي المشكله عند الطفل، فاليوم والمعلم ما تقبلها فصار عندي مشكله كثير كبيره. تماما. معلم الشادو هو مهمته كثير يتحمل الطفل، يرافقه حتى على احتياجاته الخاصه، استقلاليته الذاتيه، على مستوى الساندويتش، على مستوى دخوله للحمام، على كثير تفاصيل صغيره. احيانا بعض الاطفال عفوا منك ما بيعرف يربط الحذاء، مهمه شادو تيتشر بكل هي التفاصيل. حلو كتير. من لما يدخل حتى الى انه انا كيف بدي بلش انسحب، بتبلش هي الطريقه كيف يبلش تعليمه للطفل عن طريق تنميه المهارات، ملم ببعض مهارات اللغه وما قبل الاكاديمي ومهارات النطق حتى يحسن بعض المصطلحات او الالفاظ عند الطفل، ملم ببعض المهارات الاجتماعيه، بعض المهارات النفسيه، بعض مهارات تعديل السلوك حتى يكون قادر على انه هو يضبط حركات الطفل خلال الصف، يضبط تصرفاته بالفرصه او بالباحه، ما يكون عدواني على بعض الافراد او الاقران حتى يكون ياهله ليصير شخص مستقل تماما. تمام. طيب عقاب، يعني هو مساعد ظل هو كالمرافق للاطفال، خلينا نقول في دورات معينه لاعداد مساعد الظل؟ تماما، بلشنا بالفتره الاخيره بجمعيه سبل باعداد مدربين او مساعد ظل، يعني نحن بينتشر كثير خاصه بفتره بدايه المدارس، كثير امهات بدي بحتاج مساعد، بدي شادو، ممكن نمرق عليها مرور الكرام ونحن ما نو منتشر هذا المصطلح بين الشباب اللي هن بحاجه لفرصه عمل. فانت اليوم بطريقتين، هي الشريحه او هي الفئه اعطيتيهم فرصه عمل، هي الفئه اللي هن من الاطفال بحاجه شادو تيتشر، اهلنا اعداد ومدربين. هي الدورات بلشنا فيها بجمعية سبل من خلال مهارات كثيرة ضمن الدورات، بده يخضع المدرب لمهارات لعدة دورات، وأهم شيء يكون سليم الجهاز العصبي عنده، جهاز النطق، جسديا حتى ونفسيا، نتأكد من سلامته بهي الأربع نواحي حتى هو يكون قادر على يستلم هاي المهمة ويمتهن هاي المهنة، لأنه هو ممكن يستمر لسنوات مع هيدا الطفل أو داخل المدرسة يستلم أكثر من طفل. تماما. خلينا نحكي أيضا على يعني قديش كمان مهم يكون المساعد الظل باله شوي هيك طويل، ما ينسحب بفترة بيكون متعود عليه الطفل فيها ويجي يقرر انسحابه بفترة قصيرة. يعني هون يمكن ضمن الدورات تبع الإعداد لازم يكون هذا البند موجود، انه هو ملتزم معه لفتره مثلا محدده، لمده محدده، ما في رجوع عنه، لانه كمان الطفل بيتاثر اذا انسحب الشخص اللي مثلا تعود عليه من حده، كيف اذا كان الشخص مثلا عنده متلازم الداون، عنده شيء يعني. صحيح. بدي أكد هون أنا على الالتزام الأخلاقي قبل الالتزام بالعمل أو التزامك مع هيدا الطفل أخلاقيا كمدرب شادو. أما نحن نجي يوم يومين ثلاثة بالطفل، بالتالي الشيء اللي صار مع الطفل هو الطفل المدرسة ما رح تستقبله بدون الشادو تبعه. يعني كثير حالات بتجينا انه نحن خلال المدرسه الفصل الاول او نص الفصل الثاني او باخر المدرسه فجاه الطفل قاعد بالبيت، ليش؟ الشادو تبعه ترك، غير قادر على التحمل. فأنا بنصيحة ما تقبل على هي الخطوة إذا أنت غير شخص غير ملتزم على مدار العام 100%. يعني ما تكون ملتزم 100%. معه خلال العام الدراسي كله، لأنه بالفعل عم بيسبب تراجع عند الطفل، مشكلة عند المدرسة ومشكلة عند الأهل، عم تكون للأسف الفجوة اللي عم بتصير وعم يحصل عليها الطفل هي أكبر من أنه مما يتخيل مدرب الظل. نعم. عقاب، شو المشاريع الجديدة اللي بجمعيتكم؟ اليوم نحن عم نشتغل على الشهر القادم شهر 12 هو التوعية بذوي الإعاقة، يعني بكل شيء يسمى إعاقات سواء حركية أو حسية أو ذهنية. حيكون في عنا حفل بأربعة الشهر بمناسبة اليوم العالمي لتوعية بذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانت التسمية. حيكون عنا حفل بمركز ثقافي الميدان، بعض الأنشطة والأهداف اللي اشتغلوا عليها أطفالنا، تخريج مجموعة كبيرة من الأطفال اللي تم دمجهم بالروضات والمدارس بداية العام الدراسي الحالي، إضافة لمحاضرات توعوية حتستمر على خلال الشهر بعدة مراكز بدمشق لهذا الخصوص، لأنه نحن اليوم بحاجة كتير نعرف هي المتلازمات، هيدي الأشخاص بشكل 10% من المجتمع. صحيح. كل ما يطلق عليهم صفة ذوي الاضطرابات أو ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا نسبة 10% وأكثر قد تكون موجودة بالمجتمع، فنحن لازم نتقبل هاي الأفراد وجودها معنا ونعرف كيف نتعامل معهم وتقبلهم بيناتنا. أكيد 100%. يعني عقاب بدنا نشكرك، بدنا نشكر المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وبدنا نتمنى لكم التوفيق بجميع المجالات اللي عم تقوموا فيها وخاصة بما يعنى بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يلي هن لا يقلون عن غيرهم، وخاصة في عمليات خلينا نقول الدمج، التعليم، وأيضا كل شيء بيقوموا فيه بالحياة. شكرا كثير لوجودك. شكرا يا عقاب لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لك. شكرا جزيلا.